إذن الإحداد نوعين، إحداد واجب وإحداد ليس بواجب. أما الإحداد الواجب فهو على الزوج 4 أشهر و10، وأما الإحداد الذي ليس بواجب فهو على غير الزوج 3 أيام، ولا يجوز أن يزيد عن 4 أيام لما ورد عن أمهات المؤمنين، مثل حبيبة بنت أبي مثل زوج النبي بنت أبي سفيان عندما مات أبوها فدعت بطيب فمست منه وقالت: أما إني لست بحاجة للطيب، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج إلا 3 أيام، إلا الزوج 4 أشهر و10.